تتوان معنا شيماء، صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا، نهار كبير هذا شيماء اللي سمعنا صوتك. بارك الله فيك، كل شيء مزيان الحمد لله. الله يبارك فيك، الحمد لله. مرحبا بك شيماء، شنو غتقترح علينا هذا الصباح؟ هذا الصباح يكون خفيف شويه، بما انني غبت عليكم واحد المده غادي نعطيكم شي حاجه خفيفه. تفضل. عندنا فلان في القشطه الطريه، اييه، وعندنا عصير الليمون، اييه. تفضل. عندنا فلان، نبداو بالفلان طبعا، اييه. عندنا المهم بدون ذكر المنتوجات غادي نذكر غير محتويات الفلان. عندنا نص لترو د الحليب، نص لترو د الكشبه الطريه، اييه. وعندنا جوج د الفلان اللي هو من النوع اللي كي عنده الكولور ازرق، المهم بلا ما نذكر. انا المهم خصني يكون فلان مزيان النوع الجيد. لا الفلان معروف، عندنا واحد الفلان عنده كويخه زرقاء، جوج. واخا جوج منه، وواحد الفلان اللي هو من النوع الجيد مزيان. اها كاين فيه اللي الحجم صغير وكاين الحجم الكبير، حنا غنحتاجو الحجم الكبير. الكبير واخا كيعمل شي 12 دراهم باش يفهموني. اييه وصافي. نعاودو المقادير شويه. واخا حنا عندنا شويه ديال اللوز مهرمش، هذيك متزيين وصافي اللي بغات. عندنا نص لتر د الحليب، yeah. ونص لتر د القشطه الطريه، وعندنا جوج د الفلان اللي عنده العلبه زرقاء، وعندنا واحد الفلان من نوع الممتد اللي الحجم ديالو كبير ماشي الحجم الصغير، اللي كيجي معاه الكراميل ديالو في اها عرفتو. ديك الساعه كنعمل الحليب يغلي، كيغلي ديك الساعه ملي كيغلي مزيان كنضيفو عليه الفلانات كاملين، يعني ثلاثه بهم كنخلطوهم مع بعضيتهم، وكنضيفو على الحليب وحنا كنحركو حتى كيغلي شويه. ساعه كنزلوهم على الغوطه، كنخليوه شويه يبرد غير واحد جوج دقائق ماشي بزاف، ما يبقاش ديك الربوطه لاع بزاف، وكنزيدو له كشده طاريه وحنا كنحركو بالخباط. حرك مزيان، وديك الساعه عملو في المول اللي غادي يكون فيه، اللي بغى الكراميل يعملوا، اللي ما بغاش هو كيجي مزيون فيه بلا كراميل. بلا كراميل، نقص الحلاوه، ما حتى شي كراميل. ايوا انا داكشي اللي اللي ما استعملتش السكر نهائيا. مزيان بزاف. القشده الطريه حلوه. حلوه ديجا. ديك الساعه كنعملوا في المول، ومن بعد كتجيب شويه الويزات مهرمشي وكتكبهم عليها اذا من فوق، حتى كتكب الفلان كامل. ولو يبرد. عندي ولو يبرد من الاحسن يبقى ساعه مكانه، ساعه ونص كبيره. واخا عاودي الطريقه شيماء. واخا حنان، كنشبرو نص لتر د الحليب كنعملو في كاسرونه، ديك الساعه كنزيدو عليه الفلانات بثلاثه بهم وحنا كنخبطو باش ما يتكور الناشي، وكنزيدو عليه كنخليوه يغلي عفوا، كنخليوه يغلي مزيان، بعد ملي كيغلي كنزلوه على البوطه، ملي شويه كيبرد غير شويه يبرد، ديك الساعه نعملو له القشده الطريه وحنا كنخلطو بالخباط، كتخلط بالخباط مزيان. ديك الساعة كتعملو في المول اللي غادي إما عمل في طويصة صغارين ولا عمل في المول العادي. المول الكبير ديك الساعة عملو شوية ديال الويزات مهرمشي من فوقي يجي مزيون بزاف. تبارك الله عليك، ما عندي ما يتسالك، وصفة ديسير سهل خفيف وظريف. سهل. نمرو لعصير الليمون شيماء. العصير الليمون تا هو سهل. الليمون سافو ديال سيترون الحامض، الناس اللي كي الحامض. هذا هاد الوصفة عطاها لي واحد السيد خدام معايا، عبد اللطيف، تحية ليك. كثر خيرو يا عبد اللطيف. شكرا. جوج د الليمونات كبارين. عندنا يطرد الماء بارد. والسكر حسب الذوق. حسب كل واحد كيفاش كيبغي الحلاوة. كنعملو ديك جوج د الليمونات يتسلجو في الفريكو. يتسلجو مزيان. ديك الساعة كنجبدهم. المهم خليهم إذا عملتيهم اليوم غدا عاد جبدهم. كتجبدهم يفسخو شوية، قطعهم كنقطعهم دوائر. اللي كنقطعهم دوائر طحنهم مزيان مع السكر وديك يطرد الماء. بغيتي صافي، انا بالنسبه لي انا عملته كيعجبني بديك طريفات ديال الليمون. ياك ما صفيتيه شي، لان شفتي حتى كيكونوا مرينا شيماء على حسب ديك القشره. لا نزولوا لهم العطيمات، ديك العطيمات نزولوا القشره ضروري. حتى القشره كتيمر. القشره لا بديك الثلج كتموت. ياك ما كتبقاش مره. ايوا صافي نخليهم هيدي. وديك الساعه شبار
شي ثلاثة ولا أربعة شطيبات النعناع وعملهم شي غرف وكوب الليمون وخليه يبرد وشربوا الصحة. الله يخليك يا شيماء وشكرا على لطيف كذلك. لا شكرا وتحية للبنات اللي معايا خدامين هم يسمعوني دابا. سلم عليهم كاملين. شكرا جزيلا تحياتي لهم الله يوفقكم ان شاء الله ودائما خليك معنا شيماء ونسمعوا الوصفات ديالك.